من 100 سنة اتولد مشروع فني وإنساني عظيم بفضله بجد، يعني أجيال كتير اتربت كويس وتعلمت قيم سليمة، وبفضله أجيال أثرت في أجيال وبقوا هم كمان أسطوات وأساتذة. ولكل الأسباب دي استحق بجدارة لقب الأستاذ، الأسطورة الخالدة الرائعة واللي نقدر نقول عليه بكل أريحية هو ملحمة فؤاد المهندس، بير غويط من الأسرار والحكايات بقى والمشاعر والضحك والشجن، ومهم قوي إننا نغوص فيها ومعاه علشان توصل لنا الرسالة كاملة. النهاردة بجد مبسوطين قوي إن يكون معانا الابن اللي شايل على كتفه الليجاسي أو الذكريات، أو إنه يفكرنا كل شوية، ولما بنبقى محتاسين وعايزين نفتكر وعايزين ننبسط بالذكرى على طول نستدعيه إلى الاستوديو، محمد فؤاد المهندس. يا محمد بنرحب بيك، ودايما بيسعدنا وجودك ودخولك علينا بيستدعي البوزيتيف انرجي. الحمد لله، ربنا يخليكم، وانا فرحان جدا ان انا معاكم، وان انتوا افتكرتوا مئويه الاستاذ. مئويه اخر كلام؟ مئويه لا، 24 امال ايه حكايه 27 دي؟ الاستاذ الله يرحمه لما قالها وقلت له يا استاذ انت اتولدت 24، قال لي يعني ما فرقتش على 3 سنين، قلت له لا انت اتولدت 24، فهو لا يعني البطاقه 24 الباسبور 24 بيسخر نفسه. ف انا مبسوط بيكم ومبسوط بان فاكرين الاستاذ لحد دلوقتي، الناس فاكره الاستاذ ومقويه الاستاذ، ف ده شيء بيسعدني. ليه الناس فاكره الاستاذ؟ لان الاستاذ يعني اقول لك حاجه، ليه الناس فاكره الاستاذ؟ بص اقول لك حاجه يا شريف، الاستاذ الله يرحمه ساب لما قبل ما يتوفى بفتره قال لنا انا سايب لكم تركه كبيره قوي وما عرفناش ايه هي انا واحمد. بعد ما مات عرفنا تركه ايه، حب الناس. لحد دلوقتي لما ناس كبار او متوسطين عمر صغيرين، في صغيرين ما يعرفوش الاستاذ بس يعرفوا شكله. بس الكبار لما يقولوا لي معقوله ابن فؤاد المهندس ويفرحوا بتاعه، ده بالنسبه لي متعه ان الناس بتحب هذا الرجل، بتعشق هذا الرجل، مبسوطين انهم بيسلموا على ابنه، مبسوطين ان احكي لنا شويه عن فؤاد المهندس. وانا بفرح جدا ان ده شيء بيسعدني، حب الناس. انا كفايه عليا فؤاد المهندس حب الناس، ده كفايه بالنسبه لي. ابني العزيز شريف، حبي وتقديري فؤاد. هي بس بقى عمو فؤاد خلاص. شوف سلام عليكم، سلام عليكم يا مصر. سوري يا شريف. عمو فؤاد ازاي بقى؟ دي المهندس دي مش عارف هو دي المهندس. انا فاكراها رسمه، انا فاكر انه في شيء يعني. عمو فؤاد لو النبي خلصت الدال. ايوه، مين بقى اللي بيحصل على الجنب ده؟ اللي هو اللي بيعملها. ودي فعلا ما في كوبي والله. لما بص كنت بطلعها ب 100 مليون حاجه دي، واقول له امضى صعبه قوي، قال لي اه طبعا امضى صعبه قوي. هو كان استاذ في اللغه العربيه، يعني هو كان يا سلام معلم، لكن عمره ما كان له اي تجارب فنيه باللغه العربيه الفصحى. لا بس كان بيستعملها على طول في المسرحيه، بيستعملها ككوميديا. هو اقول لك حاجه يا دينا، اللي خلاه انت كل لما تتفرجي على افلام ومسرحيات وتسمعي في الاذاعه اسمعي الكلام طالع منه ازاي، مخارج الالفاظ، مخارج الطبيعيه ازاي في الدقه. هو ده عشان اتعلم اللغه العربيه من جدي. صحيح. هو جدي كان عميد مع كليه طارق العلوم، وكان نائب دكتور طه حسين، فاتفرجي على مخارج الالفاظ طالع من بق الاستاذ ازاي، من طنط صفيه ازاي. صح. ده بسبب تعلمهم للغه العربيه، وكان بيستخدمها في الكوميديا. عايز اقول لكم يعني في كتير جدا يستخدم افيهات وطريقه النطق والبتاع وبياضه وما بياضه. انا ساكن معاه فبطلع مثلا وهو رايق وبتاع وكده، فلاقيه بيقول بيت شعر عربي. ماشي. اتحتى لو كنت فاهم كلمه. والله العظيم يا دين اتحتى لو كنت فاهم كلمه، اقول له ايه ده؟ قال لي ده مش عارف من الشعر الايه، واللغه العربيه يعني عرب بس مش فاهم ولا كلمه. بيقرا كتير؟ يعني مش قوي، مش قوي، بس هو في اللغه العربيه كان
شنيع قوي، حلو قوي، حلو قوي. عادة الناس بتشوقف بالحاجات دي، اللي هو انا بعرف اللغة العربية فلازم امثل باللغة العربية. لا لا هو ما كانش كده خالص. هو من هو في المدرسة آية، وهو كوميدي من هو في المدرسة، بيقلد المدرسين، بيقلد اصحابه، بيقلد كل حاجة. واللي خلاه يبقى ممثل مش هتصدقي، موت جدتي، وفاة جدتي، لان جدتي كانت صارمة جدا. امال ايه يا دينا؟ جدتي كانت صارمة جدا، ام ابويا، ومش عايزاه يمثل، ولا كانت تستطيع تخش الاذاعة كمان، كانت رافضة المجال كله. فلا في حكاية شهيرة لما راحت شافته على المسرح، انزل يا ولد. ايه الحكاية دي؟ عايزين نفكر الناس بيها. وهو على المسرح في المدرسة، هي هو طبعا من وراه في المدرسة، فعرفت انه في المسرحية، فراحت قعدته في الصف الأول. وكان بيقوله، وكانت صارمة جدا وجامدة جدا. ما شفتهاش؟ لا خالص. وفي نفس الوقت ظريفة جدا. فأول لما ظهر، انزل يا ولد، مش انزل يا فؤاد، انزل يا ولد. ما نزل؟ اها. وما مثلش في المسرحية؟ خالص. بقول لك صارمة جدا، بيقولوا شديدة للغاية. طب امتى تقبلت بقى؟ امتى ايه؟ تقبلت. انا يعني هو ما عرفش يمثل لحد غير ما راحت. ما ماتت في ثالثة جامعة. يا خبر ابيض. فانطلق بقى ساعتها، فانطلق بعديها. يعني مستحيل كان يمثل وهي عايشه. نو واي نو واي نو واي. وتنصفية دخلت على الاذاعه، يعني هو دخل في بقى، ابتدى انطلق هو. وجدي كان بيساعد على ده، لان جدي كان حس انه فؤاد موهوب ومش هيحب غير، مش هيخش غير التمثيل. بس اهم حاجه يبقى معاه شهاده جامعيه. عمره فكرت صفية المهندس تمثل؟ لا ايفر. لا بس الست شربات. طبعا خفه دمها غير طبيعيه. لا عايز اقول لك، خفه دمها غير طبيعيه. مش معقوله. انت ما شفتيش اختهم الكبيره اللي هي تندوريه؟ يا نهار ابيض. هو كان بيقول لك عيله المهندس والاخ الصغير سامي المهندس. بصي تقعدي معاهم، لا فيهم كاريزما، ضحك، شو نع. انا ما شفتش كده. طيب انا ما شفتش كده. سؤال بقى دلوقتي، الوقت ده كان بيشتهر بالكوميديا، يعني كانت الميديا كوميدي، كان الابطال الحقيقيين للافلام دايما معظمهم بيبقوا كوميديين. ايه علاقه الراحل فؤاد المهندس مع مثلا اسماعيل ياسين؟ لا هل هدد عرشه؟ هل كان في منافسه؟ يعني ايه الوضع؟ بصي كان اقول لك حاجه، على فكرة انا ما عاشرتش ده طبعا. أنا فاهمة، بس اتكتب في الجرايد. مين؟ اتكتب في الجرايد على وقتها إن هو ده اللي هيسحب البساط. أقول لك حاجة، اللي أعرفه، بص اللي أعرفه عن الرجل اللي وراكي ده، الأستاذ، شغله أهم حاجة، ما يبصش وراه، ما يبصش جنب مين. فلما اتعمل فرقة ساعة لقلبك في الراديو، فدي كانت الانطلاقة لكل الفنانين، بس ما كانوش بيفكروا ان هيهدد عرش مين ولا يهدد عرش مين. لا ما عمره ما فكر في كده، ولا هو يعمل كده، ولا هو يعمل كده. بس هو شغله. فلما اتعمل فرقة ساعة لقلبك، كانت فعلا انها بتهدد كوميديا اسماعيل ياسين. وكانت بقى العمليه ان اسماعيل ياسين الله يرحمه كان كبر، يعني كان وطلعوا بقى الشباب، وكان في كتابه حلوه. فما كانوش بيبصوا على، هو ما كانش بيبص على اهدد ايه او اعمل ايه. هما كمان مدارس مختلفه في الكوميديا. بالظبط. يعني. طيب مطلب جماهيري، معلش من الكنترول روم، عايزين راي الاستاذ في الثلاث اشخاص دول، في الزعيم وفي الضيف احمد، ومين كمان؟ علاء ولي الدين. علاء ولي الدين وطبعا صبحي. طبعا اربعه. بالنسبه للاستاذ عادل، دايما هو بيقول ابني البكري اللي انا ما خلفتوش، فول ستوب. فتعرفوا ان مدى العلاقه، ابني البكري اللي انا ما خلفتوش. ايوه. بالنسبه للضيف الله يرحمه، طبعا هو كان الضيف كان استاذه، استاذ فؤاد الاستاذ، وكان بيحس انه هيبقى صاروخ كوميديا، وخاصة في المسرح مش في السينما. ودايما كان بيقول له يا ضيف انت هتبقى غول مسرح، لومة انه توفى في ثلاثي اضواء المسرح. والحقيقة هو زعل جدا جدا، ولن انسى مدى بكائه على الضيف احمد كان ايه، لانه كان بيحبه قوي. بالنسبة لعلاء،
الله يرحمه. علاء ولي الدين الأستاذ مرة واحدة لقيته بيضحك قوي وأنا كنت عايش معاه. يعرف علاء ويعرف هنيتي ويعرف كل حاجة، لقيته بيضحك قوي وصوته عالي، فطلعت لقيته بيكلمني بيقول لي اطلع لي حكاية بسيطة قوي، فلقيته بيقول لي حلو ده حلو ده، فبقول له فيها يا أستاذ؟ قال لي مشهد كان مشهد من فيلم، هحكي لكم الحكاية بسيطة. فقال أنا عايز أروح الفيلم ده، قلت له يا أستاذ تروح؟ قال لي عايز أروح الفيلم ده. حاضر يا شريف، شريف عرفة، الأستاذ عايز يجي، كان فيلم الناظر. آه طبعا. فقال لي يعني إيه الأستاذ عايز يجي؟ قلت له الأستاذ عايز يجي الفيلم. فحددنا الميعاد وخدته في العربية، وخدت ابني وخدت واحد صاحبي ورحنا، لقينا شريف عرفة واقف وعلاء ولي الدين واقف طبعا، واتفرجوا على الفيلم بعديها وانبسط جدا من الفيلم. بعديها قال لي الولد ده هيبقى ممتاز على علاء، علشان من جوه صافي طيب وكان بيحب يتابعه قوي. صبحي انا تلميذ صبحي، محمد صبحي، كفاية انه اتعلم من الاستاذ ما معنى كلمة كواليس على المسرح. كواليس رائعة دايما. وكان تلميذ الاستاذ، وكان صبحي دايما بيسأل على الاستاذ وبيعاشره، لان صبحي صداقة عائلية. بس ما جمعوش مع بعض، ما اشتغل. لا يمكن محمد عمل معاه، خدوا الاستاذ في دور صغير في مسرحية ما تسجلتش غالبا، نجمة الفاتنة في السبعينات، اوائل السبعينات قبل ده درس يا غبي.